لحية تعليمات وزير الداخلية لا يجب أن يشكل أحدا من الجنود ستارا على أي من الداخلين. ها هو الرئيس السابق ينام الآن على سرير ترولي 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 ارتدي ما زال التنفس الصناعي هذا هو يعني هو اعتقد انه في حاله من الوعي لانه بيغسل حاله. نعم في حاله من الوعي بالتاكيد واضح ويرى حوله ويبدو انه قد حلق ذقنه على عكس ما كان يقال في وقت سابق. نعم وها هو ايضا يبدو انه في كامل وعيه الحقيقه ولكن بالتاكيد يعني ان